السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة حنين بلغان من المدرسة الفلسطينية المشتركة لمادة التنمية الوطنية والحياتية للصف الأول الابتدائي. اليوم سنكمل الوحدة السادسة والتي تحمل عنوان الفصول الأربعة ودرس عطلة صيفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدرسة الفلسطينية المشتركة الصف الأول الابتدائي. المادة التربية الوطنية والحياتية بإشراف المعلمة حنين برغان. أعزائي الطلبة، هيا بنا معا نتأمل ونتذكر. ماذا نشاهد في الصورة؟ نشاهد الفصول الأربعة. أحسنتم. من يعدد الفصول الأربعة؟ شتاء، ربيع، صيف، خريف. رائع. أعزائي الطلبة، سنكمل اليوم وحدة الفصول الأربعة وسندرس عن فصل جميل ننتظره في كل عام. هل عرفتم ما هذا الفصل؟ أحسنتم، إنه فصل الصيف. عنوان درسنا لهذا اليوم هو عطلة صيفية. تأمل هذه الصورة جيداً. ماذا ترى في الصورة؟ ماذا يلبس الأفراد فيها؟ ما الأعمال التي يقوم بها؟ عن أي فصل تعبر هذه الصورة؟ تستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة بعد انتهاء الدرس. هل أنت مستعد؟ هيا بنا. والآن سأطلب منك عزيزي الطالب أن تضع إشارة صح في المربع تحت الصورة التي تعبر عن فصل الصيف. أحسنت. والآن تأمل الصورة جيدا واستمع إلى قصة حنان والصيف. في أحد أيام فصل الصيف كانت حنان تشعر بالملل، فجاءت أمها وقالت لها: الأم، ماذا بك يا ابنتي؟ حنان: أشعر بالملل، فالجو حار جدا والنهار طويل. ربطت الأم على كتف ابنتها حنان وقالت لها: هذا شعور طبيعي، فنحن في فصل الصيف، ففيه يكون السماء صافية والشمس ساطعة، لذا ترتفع الحرارة ويصبح الجو حاراً. حنان: وماذا عن طول النهار يا أمي؟ الأم: في الصيف يكون النهار أطول من الليل، لهذا لدينا الكثير من الوقت لنفعل فيه العديد من الأنشطة والأعمال، فما رأيك أن تذهبي إلى المكتبة أو إلى الحديقة للعب مع صديقاتك؟ فرحت حنان بما اقترحته عليها أمها وشكرتها على ذلك. بعد الاستماع للقصة نستنتج الحالة الجوية في فصل الصيف. الجو حار والشمس ساطعة والنهار أطول من الليل. إذن الحالة الجوية في فصل الصيف: الجو حار والشمس ساطعة والنهار أطول من الليل. والآن أعزائي الطلبة، هيا بنا نتأمل هذه الصور جيداً. هل أعجبك السلوك الذي قام به الأولاد في الصورة الأولى والثانية؟ بالطبع لا. أحسنتم، فلا يجوز أن نتعرض ونقترب من المروحة الكهربائية، ولا يجوز أن نأكل الكثير من المثلجات حتى لا نمرض. والآن تأمل الصورة التي أمامك جيداً.
ماذا يلبس الأولاد في فصل الصيف؟ هل نلبس ملابس ثقيلة أم خفيفة؟ بالتأكيد ملابسي خفيفة في فصل الصيف، ففي فصل الصيف يجب علينا أن نرتدي الملابس الخفيفة حتى لا نشعر بحر الصيف الشديد. والآن سأطرح عليكم سؤال، هل تحبون ثمار فصل الصيف؟ نعم أحسنتم، لأنها لذيذة جدا. هيا بنا نتعرف عليها. أحبائي، هيا بنا نرتب الحروف لنحصل على اسم الفواكه والخضار الواردة في الصورة. هيا شاركني وافتح كتابك صفحة 104 لمشاركتي في حل النشاط بخط جميل. هل أنت مستعد؟ الصورة الأولى حروفها غير مرتبة. هيا بنا معا نرتب حروفها. أحسنتم، حصلنا على الكلمة وهي عنب. أحسنت. والصورة الثانية، رتبنا حروفها وحصلنا على كلمة بامية. والصورة الثالثة، رتبنا حروفها فحصلنا على كلمة تين. والصورة الأخيرة، رتبنا حروفها فحصلنا على كلمة بطيخ. أحسنتم يا أول. إذن ثمار فصل الصيف هي عنب، بطيخ، تين، وبامية. إذن ثمار فصل الصيف هي عنب، بطيخ، تين، وبامية. والآن أحبائي، هيا بنا نتأمل هذه الصور جيدا. ماذا نشاهد بها؟ نشاهد حيوانات. كيف تكون الحيوانات في فصل الصيف؟ طبعا حيوانات نشيطة في فصل الصيف. نلاحظ الصورة الأولى، تنشط العقارب والأفاعي في فصل الصيف. يجمع النمل الطعام في فصل الصيف. تنتشر الحشرات في فصل الصيف. إذن نلاحظ أن حيوانات فصل الصيف ماذا بها؟ نشيطة. أحسنتم. هيا بنا أعزائي الطلاب نحل هذا النشاط معا. افتح الكتاب صفحة 105 وشاركني الحل بخط جميل. السؤال، أختار الكلمة المناسبة ثم أكتبها في الفراغ. الكلمات هي تنشط، الصيف، النشاط. الجملة الأولى، فراغ الأفاعي والعقارب في فصل الصيف. إذن ما الإجابة؟ تنشط الأفاعي والعقارب في فصل الصيف. أحسنتم. نتعلم من النمل ماذا؟ نتعلم من النمل النشاط. أحسنتم. ينتشر البعوض في فصل في أي فصل؟ في فصل الصيف. أحسنتم يا أول. نكتب بخط جميل. والآن سننتقل إلى نقطة أخرى. أحسنت. ما الأعمال التي أحب أن أقوم بها في فصل الصيف؟ هل تحبون الذهاب في رحلة عائلية؟ نعم بالطبع. هل تحبون قراءة القصص؟ أحسنتم، نعم، لأن القراءة مفيدة. ممتاز. هل تحبون زيارة البحر؟ رائع، فزيارة البحر في فصل الصيف رائعة وجميلة. فالأعمال كثيرة ومتنوعة في فصل الصيف، لأننا قلنا
أن النهار في فصل الصيف طويل، فأستطيع القيام بأعمال كثيرة ومفيدة. والآن سنتحدث عن موسم يشتهر فيه فصل الصيف، ألا وهو موسم الحصاد. حصاد ماذا؟ موسم حصاد القمح. انظروا إلى الصورتين التي أمامنا، نتأمل بهما جيدا. انظر إلى الصورة الأولى، الحصاد قديما، والصورة الثانية تعبر عن الحصاد حديثا. في الصورة الأولى نشاهد هذا الرجل الذي يسمى المزارع. يقوم المزارع في فصل الصيف بحصاد القمح، لكن نلاحظ أنه يستخدم أداة قديمة في الحصاد واسمها المنجل. إذن الفلاح أو المزارع قديما كان يستخدم المنجل، لكن حديثا أصبحنا نستخدم آلة اسمها الحصادة الآلية، وهذه الحصادة وفرت على المزارع الوقت والجهد. والآن أعزائي الطلبة، نختم حصتنا لهذا اليوم بحل هذا النشاط. أعيد ترتيب الكلمات الآتية لأحصل على جملة مفيدة وأكتبها بخط جميل. هيا نفكر معا. الكلمات هي: نحصد في الصيف القمح فصل. فكروا قليلا، رتبوها واكتبوها بخط جميل. الإجابة الصحيحة هي: نحصد القمح في فصل الصيف. أحسنتم يا أول. إذا نحصد القمح في فصل الصيف. وهكذا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم حسن استماعكم. مع تمنياتي لكم.